السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المدرس مصعب نجار في مدارس جيل المستقبل. رح نبدأ بكتاب التحليل. رح أبدأ بأول فقرة من كتاب التحليل واللي هي النهايات. عندي نظرية الإحاطة أو مبرهنة الحصر، هي بتعتمد على اسمه، عندي دالتين لتكون لدينا دي مجالا ولتكون اف وجي واش معرفة على المجال وتحقق في حالة X تنتمي لهالمجال المتراجعة. إف إكس محصورة ما بين الجي والأش، إف إكس أكبر من جي وأصغر من أش. إذا كان نهاية الأش والجي هل نهايتين هاو، إذا كانوا متساويات، إذا نهاية إف إكس طبعا نهايتين متساويات ونهاية محدودة يعني عبارة عن عدد، وبالتالي بتكون نهاية مين إف الإكس هي نهايتها تساوي نفس النهاية المشتركة لمين للأش وللجي. بعيد مرة ثانية، أنا الفكرة الأساسية في مرحلة الإحاطة عندي ثلاث دوال. هالثلاث دوال هاو إذا كان نهاية الجي والأش متساويات نهاية ال، رح تكون نهاية اف الإكس نفس النهاية بالضبط اللي هي ال. السؤال الأول عم بيقول لي أوجد نهاية إكس مربع في ثاني الواحد على إكس لما إكس يسعى للصفر. نحن بالنسبة لنا ضمن منهاجي أنا راح تكون في عندي نسب مثلثية إما ساين أو كوساين. طبعا هلا هون عندي إكس مربع في ساين الواحد على إكس، طبعا الساين أو الكوساين على طول بيكون محصورة ما بين الناقص واحد والزائد واحد. منطلع منقارن ما بين الساين الإكس اللي هي معتبرينها نحن الدالة اللي في الوسط اللي هي نحن نعملها نعتبرها إف إكس بالمستقبل، منطلع منقارنة طلع هون بنشوف إكس مربع وساين الواحد على إكس، هون ساين الواحد على إكس، لذلك نضرب طرفين المتراجعة بشقد في إكس مربع، نضرب الواحد والناقص واحد والساين تماما. طبعا نحن طلبنا بعدد موجب، ما في داعي لتغيير الجهة المتراجعة، يعني ننتبه على العدد اللي عم نضرب فيه، ما دام عم نضرب عدد موجب معناتها جهة المتراجعة رح تضل على حالها من دون تغيير. ضربنا ناقص واحد في إكس مربع صار ناقص إكس مربع على الساين في إكس مربع، هضل عندي إياها إكس مربع في ساين الواحد على إكس، الواحد ضربته بإكس مربع صارت بهالشكل، معناتها صار عندي إف إكس أكبر من الجي وأصغر من مين من الأش. هلا باخذ نهاية الجي إكس ونهاية الأش إكس ونشوف نهايتهم، طبعا عند مين نهايتهم؟ عند الصفر. نهاية الإكس مربع إشارتها ناقص عند الصفر، صفر للتربيع، صفر في ناقص صفر، طبعا نجي للكمان الأش نهايتها صفر للتربيع كمان صفر، بما أن نهاية الأش والجي متساويات معناتها نهاية الإف الإكس إكس مربع بساين واحد على إكس تساوي شاهد الصفر. طبعا الموضوع سهل جدا جدا. ناخذ مثال ثاني نفس الفكره تماما. عندي نهايه اكس ناقص 1 للتربيع في كوساين الواحد على اكس ناقص 1. انا عندي النهايه عند مين؟ عند الواحد. طبعا باخذ النسبه المثلثيه منفصل اللي منالي على قفل الجزء اللي مضروبه فيه او مقسمه عليه، بس باخذ الكوساين لحاله محصوره ما بين الناقص 1 والزائد 1. طبعا بنطلع شايفين اشو لازم نضرب طرفين المتراجعه، عندي لازم اضربها باكس ناقص 1 للتربيع، بضرب هون باكس ناقص 1 للتربيع او بضرب باكس ناقص 1 للتربيع هون باكس ناقص 1 للتربيع. عمليا انا عم بضرب بعدد موجب، ما في داعي نغير جهه المتراجعه. ضربت ناقص 1 باكس ناقص 1 للتربيع صار عندي ناقص وناقص باكس ناقص 1 للتربيع، الكوساين باكس ناقص 1 للتربيع، الواحد ضربته باكس ناقص 1 للتربيع، هاي تمثل الجي وهي تمثل الاش. باخذ نهايه الطرفين، بما ان نهايه الجي تساوي نهاية الأش تساوي صفر، ليش؟ لأن عندي الواحد، واحد ناقص واحد صفر، للتربيع طبعا صفر. إذا حسب مبرهنة الإحاطة الدالة اللي يعطيني إياها إكس ناقص واحد للتربيع في كوساين نهايته عند الواحد شو تساوي؟ صفر. طبعا نحن بالنسبة لنا ما دام النهايتين متساويات معناتها نهاية أش طبعا الأش والجي متساويات وقيمة محدودة معناتها نهاية إف إكس إلى نفس القيمة، وإلا إذا كان النهايتين متساويات هاي الطريقة ما بصير، من نضطر نغير طريق الإيجاد النهائي فيها، وبالتالي راح تكون يعني ممكن يكون الدالة ما لها نهاية. ناخذ مثال ثالث. المثال الثالث اف اكس يساوي 1 زائد كوساين اكس على اكس مربع. طبعا أنا طلعت في عندي مجموع وعندي الأولويات، أول شيء طبعا أنا ما بحسن ببدأ غير بمين؟ بالكوساين. الكوساين محصورة ما بين الناقص واحد والزائد واحد. طبعا أي نسبة مثلثية إن كان كوساين وكان ساين رح نكون نفس الفكرة بالضبط. هلا أول عمل نقسم طرفي المتراجعة
عارف شلون؟ على اكس مربع على اكس مربع على اكس مربع، يعني قسمت الواحد، قسمت الكوساين، قسمت الناقص واحد. ثاني مرحله اضيف شاد واحد لكل الاطراف، لهذا طيف واحد، لهذا طيف واحد، لهذا طيف واحد. ضفنا صار عندي اش وجي، وفي الوسط اش راح يكون اف. طبعا النهايه المطلوبه مني نهايتها عند مين؟ عند الزائد لانهايه. اذا جيت طلعت انا نهايه الداله هاي عند اللانهايه هاي صفر ضلت واحد، ونهايه هاي عند الصفر عند اللانهايه صفر ضلت واحد، معناتها نهايه اش والجي نهايتين متساويات وقيمته شو تساوي؟ الواحد. اذا حسب مبرهنه الاحاطه نهايه اف اكس شو تساوي؟ الواحد. طيب المثال الاخير عن مبرهنه الاحاطه. طيب جيت طبعا طلعت اف اكس يساوي اكس مربع على 2 زائد كوساين 1 على اكس. انا عندي خيارين، انا عندي خيارين. طبعا البدايه ما ممكن ابدا غير بايش؟ بالنسبه للمثلثيه، لاني انا ما بعرف غير نسبه المثلثيه بين مين ومين محصوره. الكوساين محصوره ما بين الناقص واحد والزائد واحد. طبعا هلا نحن بالنسبه لنا اذا جيت طلعت لازم نضيف شاد، لازم نضيف لطرفين متراجي هاش اد العدد 2. طبعا هون ضفت 2، لهون ضفت 2، لهون ضفت 2. 2 وناقص 1 1. كوساين اكس 1 على اكس ضفت لها شاد 2، الواحد ضفت لها 2 صارت شاد 3. اذا جيت طلعت على النسبه المثلثيه وين واقعه؟ واقعه في مقام الكسر. لذلك اخذت المقلوب، باخذ المقلوب، بس اخذت المقلوب راح تتغير جهه المتراجعه. شايفين المتراجعه كانت بالاتجاهات، تغير جهه المتراجعه مباشره. اخذت مقلوب 3 ثلث، مقلوب ال 2 زائد كوساين 1 على اكس صارت 1 على 2 زائد كوساين اكس، مقلوب الواحد 1. بيجي بقارن هذا هي الداله مع مين؟ مع الداله الاصليه اللي يعطيني اياها. لازم اضرب بمين؟ طرفي المتراجعه باكس مربع. لذلك بضرب هاي باكس مربع، وهاي بضربها باكس مربع، وهاي بضربها باكس مربع. طبعا اذا ضربتها باكس مربع صارت 3 اكس مربع، هون صارت اكس مربع على 2 زائد كوساين 1 على اكس. اصغر يساوي شقد الاكس مربع. هلا نجي بنقول عندي اش وعندي جي، عندي اش وجي، طبعا هاي الجي ولا هاي الاش ما في خلاف طبعا. نهاية هاي عند المين؟ عند الصفر صفر. هاي نهاية عند الصفر صفر، ليش؟ صفر للتربيع صفر، ثلث صفر للتربيع كمان صفر. بما ان نهايه الاش والجي متساويات ونهايتها صفر، اذا نهايه اف اكس يساوي شاد والصفر. الله يعطيك العافيه.